مهم ان احنا نكون مع حضراتكم في هي كبسوله دينيه فيها توعيه كده ببعض العبادات وازاي ممكن تتقنها في هذا الشهر الكريم، تستفيد بالدعاء في هذا الشهر الكريم، شهر الرحمه والمغفره والعتق من النار. دكتور اشرف فهمي مدير عام التدريب بوزاره الاوقاف هيكون هو اللي هيتحدث في الفقره القادمه الحديث فيها عن الدعاء في شهر رمضان. ربنا يتقبل منا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين، وبعد، فمرحبا بكم في برنامجكم صباحنا مصري. جعل الله صباحنا وصباحكم صباح الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. وأتحدث إليكم عن فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك. والدعاء هو سلاح الأقوياء، لا كما يقول البعض سلاح الضعفاء. هذا الدعاء نحتاجه الآن في ظل هذه الظروف الراهنة، وما أحوج الأمة الإسلامية الآن إلى الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف الهم والغم والكرب عن البلاد وعن العباد. ليس هذا فحسب، بل إن الدعاء هو مسلك ومنهج اتخذه الأنبياء. فكم من نبي كان في كرب وفي شدة وفي نازلة، ولما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى نجاه واستجاب له على الفور. وعجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قول الله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن ابتلي بالمرض وغفل عن دعوة سيدنا أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس وغفل عن قوله سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعجبت لمن ابتلي بالهم والغم والكرب وغفل عن دعوة ذنون عليه السلام حين قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظروا إلى النتيجة، سيدنا يونس عليه السلام وهو في ثلاث ظلمات، ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل، وهو في الشدة وفي الكرب وفي النازلة لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فدعا ربه، ومع ذلك جاءه الفرج وجاءته النجاة، فقال الله له فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن يسير على نهج سيدنا أيوب من المؤمنين إلى قيام الساعة فالله عز وجل ينجيه من كل هم ومن كل كرب. ليس هذا فقط، بل إن الدعاء عليك أن تخلو بنفسك مع الله وتقول وتناجي ربك لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي إليك بالذل مبتهلا يا خير من مدت إليه يده. علينا أن نلجأ إلى الله بالدعاء وأن ندعوه، وقل يا رحمن يا رحيم. إن الله عز وجل خصص ملكا بكل من يقول يا أرحم الراحمين، فإذا قال الإنسان منا يا أرحم الراحمين قال له الملك الموكل ها هو أرحم الراحمين قد أقبل عليك، فاسأل ما تشاء. نحن الآن في هذه الظروف الراهنة ما أحوجنا إلى أن نقبل على الله وأن ندعوه وأن نستغفره من ذنوبنا كي يعفو الله عز وجل عنا وعن سيئاتنا. إننا
ما أحوجنا وما أحوج الأمة الآن أن تقبل على ربها ليلا ونهارا، وبخاصة ونحن في شهر الدعاء وشهر الإجابة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن رزق الدعاء ورزق هذا الأمر الجميل رزقه الله عز وجل الإجابة على الفور. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا دعاءنا وأن يكشف عن بلدنا وعن العالمين جميعا هذا الوباء وعن البلاد وعن العباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.